عشر حاجات هتخليك أكتر ذكاء. اقرأ كتاب، فالقراءة بتقلل الضغط النفسي وبتخليك تعرف تجارب ناس كتير. ابحث عن كل جديد في مجال عمل. تأمل، ممارسة التأمل بتديك قدرة للسيطرة على نفسك. درب عقلك، وده عن طريق الألغاز وحلها زي السودوكو والبازل. العب رياضة، لأن العقل السليم في الجسم السليم. اتعلم لغة جديدة، لأن عملية تعلم لغة هتحتاج ترتيب لتعلم الجرامر وحفظ الكلمات، وده بينعكس على عقلك. اكتب خواطرك، وده هيرفع من إبداعك وتخيلك. سافر لأماكن جديدة، كل مكان جديد بتزوره بيضيف لك ثقافات وأساليب حياة جديدة وبيخلق لك أفكار وفرص جديدة. اطبخ وجبة، وده هيعلمك تعدد المهام وهيعلمك سرعة اتخاذ القرار. اتعلم برنامج جديد، وده هيزود من قدرتك على إدارة وقتك. وافتكر دايما إن الحياة صعبة، ولكن كل ما عدت تحديات أكتر كل ما كنت